فالعادات تتحول إلى عبادات. إذا أراد بالنوم مثلا أن يقوم لصلاة الوتر والتهجد، صلاة الفجر مع الجماعة، فإن نومه يكون عبادة. النوم أنت نائم وأنت في عبادة، لأنك تقصد في هذا أن تتقوى به على طاعة الله عز وجل. كذلك نوم الصائم من أجل أن يتقوى على الصيام يكون عبادة أيضا، يؤجر عليه، يؤجر على النوم. شوف، يؤجر على النوم لأنه يقصد به التقوي على عبادة الله. العادات تتحول إلى عبادات إذا صلحت نية العبد فيها ونوابها تقوي على العمل الصالح. نعم.